عزيزات التلميذات، أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في درس جديد من دروس اللغة العربية للمستوى السادس ابتدائي. درسنا اليوم إن شاء الله سيكون في مكون الصرف والتحويل. بالنسبة لهذا الدرس سنتعرف من خلاله على الفعل الصحيح والفعل المعتل. إذن على بركة الله نبدأ أولا بمرحلة أتذكر. إذن ماذا نقصد بالفعل؟ الفعل هو كل حدث مقترن بزمان، قد يكون هذا الزمن زمن الماضي أو المضارع أو الأمر ولا يقبل التنوين. مثلا لا يمكن أن نقول كتبا فإنه سيتغير معنى الفعل، أو لا يقبل كذلك ولا يقبل كذلك التعريف لأن التعريف تلحق بالأسماء، فلا يصح أن نقول الذهب ولا تدخل عليه أدوات النداء. فمثلا لا يمكن أن نقول يا كاتب، فهذا لا يصح في اللغة، وكذلك لا تدخل عليه التاء المربوطة مربوطة. وينقسم الفعل من حيث حروفه إلى قسمين، قسم صحيح ومعتل. إذن لنرى أقسام الفعل. لاحظوا معي الفعل الصحيح. الفعل الصحيح هو الفعل الذي خلت حروفه الأصلية من حروف العلة، وحروف العلة ثلاثة معروفة في كلمة ويُن. أما الفعل المعتل هو الفعل الذي تضمنت حروفه الأصلية حرف علة. إذن كيف نميز بينهما؟ كيف نميز بين الفعل الصحيح والفعل المعتل؟ لكي نميز بين الفعل الصحيح والفعل المعتل نقوم بتصريف الفعل في زمن الماضي مع الضمير هو. نأخذ على سبيل المثال تكتبون، هذا الفعل صرف في زمن المضارع مع ضمير الجماعة. لنقم بتصريفه في زمن الماضي مع الضمير هو، ماذا نقول؟ نقول هو كتب. إذن هل الفعل كتب به حرف من حروف العلة؟ إذا فهذا الفعل لا يتضمن حرفا من حروف العلة، وبالتالي فهو فعل صحيح. لنجرب ذلك على هذه الأمثلة. لاحظوا معي هذه الأمثلة. تقرأ البنت القصة. الولدان يلعبان في الساحة، يدعو الفائز رفاقه للحفلة. لاحظوا معي تقرأ، هذا فعل صرف في زمن المضارع. إذا نقوم بتصريفه في زمن الماضي مع الضمير هو، ماذا نقول؟ نقول هو قرأ. هل الفعل قرأ به حرف من حروف العلة؟ لا يوجد. إذا فإنه فعل صحيح. الولدان يلعبان في الساحة، يلعبان. لاحظوا معي هذا حرف من حروف العلة، أليس كذلك؟ إنه ليس كذلك. الألف حرف من حروف العلة. إذا ماذا نفعل؟ هل يمكن الحكم على هذا الفعل انطلاقا من الملاحظة؟ لا يمكن ذلك. إذا سنقوم بتصريفه في زمن الماضي مع الضمير هو، ماذا نقول؟ نقول هو لعب. إذا الفعل لعب، هل هو معتل أم صحيح؟ هل به حرف من حروف العلة؟ إذا لا يوجد. إذا فهو فعل صحيح. نذهب إلى المثال الثالث. يدعو الفائز رفاقه للحفلة. يدعو هذا فعل صرف في زمن المضارع، نقوم بتصريفه في زمن الماضي مع الضمير هو، ماذا نقول؟ هو دعا. إذا
دعا فعل معتل، معتل ماذا؟ معتل الأخير، إذن فهو فعل نضعه في خانة الفعل المعتل. نمر إذن إلى أقسام الفعل الصحيح. الفعل الصحيح ينقسم إلى ثلاث أقسام: قسم مهموس، وقسم سالم، وآخر مضاعف. إذا نبدأ بالشق المتعلق بالفعل المهموس. لاحظ معي هذه الأمثلة: أخذ، سأل، قرأ، أكل. ماذا تلاحظون؟ ما الحرف الذي يتكرر في هذه الأفعال؟ نعم، إنه الهمزة. لاحظوا، توجد الهمزة في الفعل الأول، توجد كذلك في الفعل الثاني سأل، وكذلك في الفعل قرأ، وكذلك في الفعل أكل. إذن فالمهموس هو ما وجدت فيه همزة، سواء أكانت هذه الهمزة في البداية أو في الوسط أو في النهاية. نعم، ننتقل إلى الفعل المضاعف. لاحظ معي، الفعل المضاعف ينقسم إلى قسمين: قسم ثلاثي وآخر رباعي. لاحظ معي هذه الأمثلة: شد، مد، رد، حق. ماذا تلاحظون؟ هناك تضعيف في الحرف النصف الثاني من الفعل. إذن نقوم بفك التضعيف: شد د، مد د، رد د، حق ق. إذن فالفعل المضعف الثلاثي هو الذي يأتي على هذا النحو. نمر إلى الفعل الرباعي في المضعف. لاحظ معي هذه الأمثلة: عسعس، زلزل، ولول، وسوس. ماذا تلاحظون؟ ما الشيء الذي يتكرر؟ نلاحظ بأن الحرف الأول والحرف الثالث متشابهان، كذلك الحرف في الأول والثالث والحرف الثاني والرابع متشابهان. واضح؟ إذن فالفعل الرباعي المضاعف هو ما تكرر جزءان، الجزء الأول والجزء الثاني. لكن في البداية قلنا بأن الفعل الصحيح لا توجد به حرف، لا يوجد به حرف من حروف العلة. إذا لاحظوا معي هنا، هذا حرف الواو. إذا الواو حرف من حروف العلة، لماذا وجد هنا؟ ها؟ وهذا فعل صحيح. إذا ركزوا جيدا، فالفعل الرباعي، الفعل المعتل لا يأتي رباعيا، لا يأتي رباعيا، دائما يأتي على شكل ثلاثي. لاحظوا معي هذه الأمثلة المتعلقة بالفعل السليم: ذهب، خرج، كتب، شرب، جلس. ماذا نلاحظ؟ نلاحظ بأنه لا توجد هناك همزة، هذه الأحرف لا توجد بها همزة، وكذلك لا يوجد بها تضعيف، وكذلك لا يتكرر الحرف مرتين. وبالتالي فالفعل السالم هو ما سلمت أحرفه الأصلية من الهمزة والتضعيف. ننتقل وإياكم أعزائي عزيزاتي التلميذات، أعزائي التلاميذ، إلى الفعل المعتل ونتحدث عن أقسامه. الفعل المعتل ينقسم كذلك إلى عدة أقسام. نبدأ أولا بالفعل المثال. لاحظ معي هذه الأمثلة: وقف، وعد، وصل. ماذا تلاحظون؟ ما الشيء الذي يتغير؟ ما الشيء الذي يتشابه؟ ما الحرف الذي يتشابه في هذه الأفعال؟ نلاحظ بأنه هنا حرف علة في البداية، وكذلك حرف علة في بداية الفعل الثاني، وكذلك حرف علة في بداية الفعل الثالث. وبالتالي نستنتج أن الفعل المعتل المثال هو ما وجد به حرف علة في بداية الفعل، أي في فاء الفعل. إذا وضعناه في الميزان الصرفي على وزن فعل، فإننا نجد الحرف في البداية. ننتقل إلى الشق المتعلق بالفعل المعتل الأجوف. لاحظوا معي هذه الأمثلة: صام، نام،
قام، ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن حرف العلة وجد في وسط الفعل، أي في عين الفعل. صام، نام، قام. إذن فالفعل المعتل الأجوف هو ما وجد به حرف علة في وسطه. إذن ننتقل إلى الفعل الناقص. نقرأ هذه الأمثلة ثم نستنتج. دعا، قضى، سعى. ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أنه الفعل وجد به حرف علة في الأخير، وبالتالي فالفعل الناقص، فعل المعتل الناقص، هو ما وجد به حرف علة في الأخير. لكن نتساءل أعزائي عزيزاتي التلميذات أعزائي التلاميذ، إذا وجد لدينا فعل يتضمن حرفين، يتضمن حرفان من حروف العلة، هذان الحرفان متجاوران، فهنا نتحدث عن اللفيف المقرون. وبالتالي لاحظ معي هذه الأفعال، روى، أوى. ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن هنا تجاور بين هذين الحرفين، أوى كذلك متجاورين، وبالتالي فإن اللفيف المقرون يأتيان حرف العلة متجاورين فيما بينهما. لكن إذا وجد حرف يفصل بين الحرفين ماذا نسمي ذلك؟ نسميه باللفيف المفروق. لاحظوا معي هذان المثالان، وعى، وقى. ماذا نلاحظ؟ نلاحظ حرف العين يفصل بين حرف العلة الواو والألف، كذلك حرف القاف يفصل بين حرف الواو والألف. إذن لنطبق ذلك على النشاط التالي. إذن قبل أن نجيب على هذا النشاط لا بد بالتذكير بالمراحل التي تحدثنا عنها وبالمرحلة الخطوات التي يجب أن نتبعها للحكم على الفعل، هل هو فعل صحيح أم فعل معتل. أولا نقوم بتصريفه في زمن الماضي مع الضمير هو، ثم نلاحظ حروفه الأصلية. هذه الحروف إذا كان بها حرف علة فإنه ينتمي إلى الشق المتعلق بالفعل المعتل، وإن لم يكن فيها حرف من حروف العلة فإنها تنتمي إلى الشق المتعلق بالفعل الصحيح. أصنف الأفعال التالية حسب الجدول. نبدأ أولا بالفعل شكا، شكا، شكا. إذن هو شكا. ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن هناك حرف علة في الأخير. إذن سنصنف هذا الفعل في خانات الفعل المعتل الناقص. لاحظوا معي المثال التالي، عض، عض. إذن هو عض. هل به حرف من حروف العلة؟ لا يوجد. إذن هو ينتمي إلى الشق المتعلق بالفعل السالم، الفعل الصحيح. لكن هل به تضعيف؟ نعم يوجد تضعيف، إذن سنضعه في الخانة المتعلقة بالفعل المضاعف. يمشي، هذا الفعل مصرف في زمن المضارع، إذن نقوم بتصريفه في زمن الماضي مع الضمير هو. ماذا نلاحظ؟ هو مشى، هو مشى. إذن به حرف علة في الأخير فهو ينتمي إلى الفعل المعتل الناقص. قال، قال، هو قال. لاحظ معي هناك حرف علة في الوسط، وبالتالي فهذا الفعل ينتمي للفعل المعتل. في أي نوع من المعتل؟ هل هو في المثال أم في الأجوف أم في الناقص؟ لاحظوا معي موقع الحرف يتواجد بوسط الفعل، وبالتالي فإنه في خانة الفعل الأجوف. ارمي، ارمي.
لاحظوا معي هذا الفعل صرف في زمن الأمر، وبالتالي سنقوم بصريفه في زمن الماضي كذلك مع الضمير هو. هو رمى، هو رمى، إذن فهو فعل معتل ناقص. يخرجون، يخرجون جماعة، يخرجون مصرف هذا الفعل في زمن المضارع، نقوم بتصريفه في زمن الماضي مع الضمير هو. ماذا نقول؟ هو خرج، هو خرج، إذن فهو فعل صحيح. في أي نوع من الصحيح؟ هل توجد به همزة؟ لا توجد. هل يوجد به تضعيف؟ لا يوجد. إذن فهو في الفعل الصحيح السالم. وعد، هو وعد، إذن فهذا فعل معتل يوجد به حرف علة في البداية. إذن أين سنضعه؟ هل في المثال أم الأجوف أم الناقص؟ سنضعه في خانة الفعل المعتل للمثال. يصلان، يصلان، هما يصلان، هو يصل، هو وصل، في زمن الماضي هو وصل. إذن هذا الفعل فعل وصل به حرف علة، أين يتموضع حرف العلة؟ في بدايته. إذن فهو سنضعه في خانات الفعل المعتل للمثال. دعت، هي دعت، هو ماذا نقول؟ دعا، دعا، إذن يوجد لدينا حرف علة في الأخير، وبالتالي فهو ينتمي إلى خانات الفعل المعتل الناقص. أكلت، أكلت، هو أكل، هل به حرف من حروف العلة؟ لا يوجد. إذا فهو ينتمي إلى الشق المتعلق بالفعل الصحيح. أي نوع من الصحيح؟ أكلت، أكل، به همزة، إذن سنضعه في المهموز. عدنا، نحن عدنا، ماذا نقول؟ هو عاد، هو عاد، إذن هذا الفعل في حرف علة في الوسط وهو الألف. ماذا نقول؟ في ماذا سنضعه؟ في خانات الفعل المعتل الأجوف. يرجعون، هم يرجعون، ماذا نقول؟ هو رجع، هو رجع، إذن رجع فعل صحيح، وبالتالي سنضعه في خانات الفعل الصحيح السالم. وبهذا عزيزاتي، أعزائي، عزيزاتي التلميذات، أعزائي التلاميذ، نكون قد أنهينا درسنا في مراجعة الفعل الصحيح والفعل المعتل. نضرب لكم موعدا في حصة قادمة بإذن الله تعالى. تقبلوا تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.